فتاوى مع فارس جمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل جمعة على الهواء مباشرة من الساعة الثانية وحتى الثالثة ظهرا. أرحب في هذه الدقائق بضيفي وضيفكم صاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. كعادتنا في مفتتح كل حلقة نعلق على خطبتي الجمعة التي ألقيت من على منبري الحرمين الشريفين. ففي مكة شرفها الله خطب اليوم معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد خطبة عن أحكام الأسرة وشؤون البيت والعلاقات الزوجية، ومن ضمن ما ذكر معاليه الخوض في أحكام الأسرة وشؤون البيت والحديث عن العلاقات الزوجية بغير علم يفسد الأسر ويشعل الفتن ويهز الاستقرار. لو تعلق على ذلك معالي الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المجتمعات تبتدئ من أفراد ثم تكون نواتها الأسرة. الأسرة لها دورها العظيم في حياة الأمة من خلال تنشئة أفراد الجيل على ما يعود بالنفع والخير عليهم وعلى مجتمعاتهم. ولذلك فالعناية بهذه الأسرة ابتداء من تكوينها واختيار من يشاركنا فيها، و استمرارا في حسن التعاطي مع قضاياها، والسعي إلى جعل مسيرة الأسرة على الطريقة الشرعية يؤدي إلى استقرار النفوس، ويؤدي إلى صلاح الذرية، ويؤدي إلى منافع كثيرة يجنيها الإنسان من هذه الأسرة. ومن هذا المنطلق علينا أن نسعى إلى جعل هذه الأسرة تسير على المنطلق الشرعي. قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد ذكر الله امتنانه على العباد بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة. ومن هذا المنطلق علينا أن نتعلم أحكام الأسرة على المعايير الصحيحة والمنطلق الشرعي الصحيح لتصلح أحوالنا وتستقيم أمورنا. وعندما يوجد من يتدخل في شؤون الأسرة ويبدأ يشرع فيها على خلاف طريقة الشرع بما يكون مؤثرا أو منسوبا إلى شرع الله، حينئذ تفسد أحوال الناس ولا تستقيم أمورهم. ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بالتشنيع على أولئك الذين يفترون على الله الكذب. قال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ومن هذا المنطلق كان اختيار هذا الموضوع واختيار معالجة تدخل بعض الجهلة في إبداء الأحكام الشرعية، وبيان أن ذلك مخالف للشرع وأنه إثم عظيم وذنب كبير من الأمور التي يحسن بالإنسان أن تجعل له حواجز عن مخالفة الشرع في هذا الباب. فشكرا لاختياري فضيلة الشيخ هذا الموضوع وجزاه الله خيرا. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. كذلك في المدينة النبوية خطب اليوم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي
خطبة عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج لزيارة البيت العتيق معتمرا على إثر رؤيا حق رآها عليه الصلاة والسلام. نعم. أولا، دراسة السيرة نستفيد منه فوائد كثيرة، هي منطلق لحياة الإنسان المسلم. قد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قد قال تعالى: واتبعوا لعلكم تهتدون، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وثانيا، من المعلوم أن الوافدين للحرمين الشريفين من سائر بقاع العالم من أجل أداء النسك كثيرة أعدادهم، وبالتالي يحتاجون إلى من يعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ليقتدوا به وليسيروا على طريقته. وبالتالي فإن تعليم الناس للأحكام الشرعية من خلال إيراد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحسنة. وما ذكر في هذه القصة، في قصة عمرة الحديبية، وما فيها من المعاني وما فيها من الأحكام وما فيها من التسليم بأمر الله عز وجل، وما فيها من فتح عظيم كما وصفها الله جل وعلا، ليجعل الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بدراسة هذا الجزء من السيرة واستخلاص الفوائد والعبر منه. ولذا فإن اختيار هذا الموضوع لخطبة الجمعة يتناسب مع الظرف الذي يعيش الناس فيه في الحرمين الشريفين. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. نستأذن معاليكم في تذكير المستمعين الكرام بأرقام التواصل معنا، لكل شخص يرغب في أن يستفتي معالي الشيخ يراسلنا على واتساب الإذاعة على الرقم 0556689001. مرة أخرى، 0556689001. نبدأ معالي الشيخ في عرض أولى الأسئلة التي وصلت إلى هاتف الإذاعة. هذا المستمع الكريم يقول: زكاة الفطر لم أستطع إخراجها حتى اليوم الرابع لعيد الفطر المبارك الشهر الماضي، هل تسقط أم أنها تكون معلقة إلى الآن ويجب إخراجها، وما الحكم في ذلك؟ هل هنالك كفارة؟ زكاة الفطر واجب شرعي، يجب أن يخرجه الإنسان قبل صلاة العيد في يوم عيد الفطر، ولا يجوز للإنسان أن يؤخره وهو آثم بذلك. ولذلك وصيتنا لك بأمرين: أولهما أن تتوب إلى الله بأن تندم على ما مضى، وأن تعزم على عدم العود إليه، وأن تتخذ من الإجراءات في المستقبل ما يضمن عدم عودك لهذا الفعل مرة أخرى. وثانيا، عليك إخراج هذه الزكاة، فإن هذا الواجب قد استقر في ذمتك، وبالتالي عليك أن تبادر إلى إخراجه. وكما قرر أهل العلم في أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد، وبالتالي وجب عليك إخراج زكاة الفطر السابقة التي لم تقم بإخراجها في وقتها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. سائل يسأل حفظكم الله يقول: هل قرض البنك العقاري يعتبر دينا؟ وكيف إذا كانت روح الميت معلقة في دينه؟ فكيف الحل في من توفي وعليه دين للبنك؟ ديون البنك العقاري ديون في الذمة، يجب التزامها وسدادها، ولا يجوز للإنسان أن يتنصل منها. وإذا مات الميت وهو لم يقوم بإخراج أو بسداد هذه الأقساط ولم يسقطها البنك عنه، ف
فإنه حينئذ يلزم إخراجها من تركته. ومن المعلوم أن قروض البنك العقاري يقومون فيها برهن البيت والعقار الذي أخذ القرض من أجله، وبالتالي إذا لم يكن عنده سداد في تركته لهذا الدين فإنه يلزم بيع هذا البيت من أجل سداد الدين الذي في ذمة ذلك الميت. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يسأل حفظكم الله يقول: كيف يمكن تطبيق سوق الهدي للحاج في هذه الأيام؟ سوق الهدي ليس مقصودا لذاته، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي أن يأتي بهديه من اليمن فلم يقم بسوق الهدي، وبالتالي فإن سوق الهدي ليس مطلوبا لذاته، فالمقصود أن يخرج الإنسان هذا الهدي. قال تعالى: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، بالتالي لا نحتاج إلى أن نقوم بسوق هذا الهدي. كانوا في الزمان الأول يصعب عليهم أن يقوموا بتوفير الهدي في مكة لجميع الحجاج، ولكن في وقتنا الحاضر ومع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة جزاها الله خيرا تيسرت أمور الهدي، وأصبح الناس يجدون من الذبائح ما يتمكنون به من ذبح الهدايا في مكة بدون سوقها، وبالتالي فإن سوق الهدي ليس مقصودا لذاته، ومن ثم ليس هو المطلوب، المطلوب ذبح الهدي. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. نستأذن معاليكم في فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك بمشيئة الله تعالى. فتاوى مع فارس جمال. عودة لكم مستمعي الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. كما أكرر الترحيب بضيفنا الكريم صاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حياك الله شيخنا الكريم وحفظك وبارك فيك. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم الوفاء بالنذر؟ إذا نذر الإنسان طاعة من الطاعات وجب عليه الوفاء بذلك النذر، بقول الله عز وجل في وصف أهل الجنة: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. بالتالي فإن من نذر نذرا وجب عليه الوفاء به، سواء كان هذا النذر مطلقا كما لو قال لله علي أن أفعل كذا، أو كان مقيدا ومعلقا بحدوث أمر من الأمور كشفاء مريض أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا السائل حفظكم الله يقول في سؤاله: ما هي السنن الواردة في الأذان عندما أسمعه؟ يستحب لمن سمع المؤذن أن يردد مثل لفظة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لأنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قال المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا إذا قال في أذانه: الصلاة خير من النوم، قال مثل هذا اللفظ: الصلاة خير من النوم. ويستحب له عند الفراغ من الأذان أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام الذي وعدته. وأيضا يستحب أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. هذا السائل حفظك الله يريد من معاليكم توجيه كلمة لعموم الناس بخصوص الأشهر الحرم، خاصة وأننا
دخلنا في شهر ذي القعدة قبل عدة أيام. يقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ومن هنا فإن الإنسان يستشعر أن هذه الأيام أيام فاضلة وبالتالي يكون مما يتأكد عليه في هذه الأيام أن يتجنب أذية الخلق سواء كانت أذية قولية أو مالية أو أذية يدوية. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. مستمعة كريمة تسأل تقول في سؤالها ما حكم الوضوء بالمناكير؟ المناكير وهي مادة توضع على الأظافر تمنع من وصول الماء إلى الأصابع وبالتالي لابد من إزالتها عند إرادة المرأة الوضوء فإن الله قد أمر المؤمنين بالوضوء ومن ذلك أنه أمرهم بغسل أيديهم وبإيصال الماء إلى أعضاء الوضوء بالتالي يلزم إزالة هذه المناكير قبل الوضوء. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. مستمعة كريمة تسأل تقول هل يجوز أن أنوي بالراتب الذي أدفعه للمستخدمة لدينا بالمدرسة صدقة لها؟ يعني هل يجوز أن أجمع بين نيتين في وقت واحد؟ هذا الراتب نتيجة عمل قد أدته وبالتالي هو أجرة لها ومن ثم لا ينوي الإنسان أنه زكاة أو أنه صدقة لكن إذا أدى من لا يلزمه هذا الأجر ونوى أنه قربة لله عز وجل فأرجو أن يكون سببا للأجر والثواب. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يسأل حفظكم الله يقول في سؤاله هل يشترط لسجود الشكر الطهارة؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم ومنشأ الخلاف هل سجود الشكر صلاة وبالتالي يشترط شروط الصلاة ومنها الوضوء أو لا يعد صلاة وبالتالي لا يشترط له الوضوء وأكثر أهل العلم على اشتراط الوضوء والذي يترجح لدينا أنه لا يشترط فإن أخبار السرور التي تفد إلى الإنسان تفد إليه بدون استعداد وبدون معرفة سابقة بها ومن ثم فالإنسان لا يعلم متى ترده هذه الأخبار التي يرغب في أن يتقرب إلى الله عز وجل بسجود الشكر فيها ولذا فالأظهر أن سجود الشكر لا تشترط له لا يشترط له الوضوء يجوز للإنسان أن يسجده ولو بغير وضوء وكون الإنسان يكون في جميع أحواله على أكمل حال يعني يكون متوضئا في كل أوقاته أولى وأحسن حتى إذا جاءه الخبر السار تمكن من السجود وهو على طهارة لا شك أنه أولى وأحسن. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. هذا السائل حفظكم الله يسأل يقول في سؤاله ما الفرق في معنى الرحمة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وقول الله جل اسمه ولئن أذقناه رحمة منا؟ الآية الأولى إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا تقتضي أن يرحم الله جل وعلا بعض عباده قد تكون هذه الرحمة للأمور الدنيا في الأمور الدنيوية لأن يزال ما عنده من الضرر
وأن تساق له الخيرات التي يتمكن بها من عيش حياته ومن عبودية ربه، وقد تكون متعلقة بالآخرة بإدخال الجنة وبإبعاد الإنسان عن العذاب. وبالتالي فإن الرحمة التي تكون للمحسنين تشمل الرحمة في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، وكذلك هي خير محض. وأما قوله لئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن، فهذا يراد به الخير الدنيوي الذي يصله في الدنيا. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يسأل بارك الله فيكم، يقول ما حكم الوضوء مع وجود لصق جروح صغير جدا على جرح بسيط جدا؟ هل هذا الوضوء صحيح أم لا؟ وإذا كان غير صحيح ماذا علي؟ إذا كان الجرح يتأثر بالماء يتضرر به فلا يلزمك إزالة هذا اللاصق، ويجوز أن تمسح عليه. وأما إذا كان هذا الجرح لا يدفع ضررا عنك في مباشرة الماء للجرح فالأصل إزالته. وقد جاء في الحديث أن رجلا ذهب مع أصحابه خارج المدينة في سرية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فشج رأسه، فسأل أصحابه وقد أصابته جنابة هل تجدون لي رخصة في أن أدع الغسل؟ فقالوا لا، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فأجاز لمثله أن يمسح على شجته التي أصابته. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن خروجي وقت صلاة العشاء. نعم، الأظهر من أقوال أهل العلم أن وقت العشاء الاختياري يخرج بمنتصف الليل، لما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العشاء إلى منتصف الليل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. سائل أشير إلى شيء، وهو أن منتصف الليل ليس الساعة الثانية عشر دائما، بل قد يتفاوت، وفي الغالب أن يكون مغايرا للساعة الثانية عشر، وهو يختلف من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة أخرى. وحساب منتصف الليل يكون بالنظر في وقت أذان المغرب ووقت أذان الفجر وحساب ما بينهما وتقسيمه إلى قسمين. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ على هذا البيان والإيضاح، بارك الله فيكم. نستأذن معاليكم في فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك لاستكمال ما تبقى من حلقتنا. فتاوى مع فارس جمال. عودة إليكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله وحيا الله شيخنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ مرة أخرى. السلام ورحمة الله، حياك الله وأهلا وسهلا. حياك الله معالي الشيخ. هذا السائل حفظكم الله يسأل، يقول في سؤاله هل يجوز للرجل أو للزوج أن يجبر زوجته على شراء منزل عن طريق تمويل عقاري شرعي؟ لا يجوز للرجل أن يفعل ذلك، فالمرأة حرة في مالها ولها التصرف في مالها بما تراه أنسب لها وأصلح لأحوالها، وبالتالي لا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بذلك. قد يشير عليها ويقترح، ولكنه لا يجوز له أن يلزمها بذلك أو أن يعاقبها على عدم استجابتها لنصيحته في هذا الباب. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يسأل يقول زوجتي أسقطت حملها بعد الشهر الثالث، فما الأحكام التي تلزمها؟ نعم، إذا أسقطت المرأة قبل 4 أشهر
فإن هذا الساقط لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يسمى. وأما بالنسبة لصلاة المرأة فإنها تنظر إلى هذا الساقط، فإن تبين منه خلق إنسان فإنها حينئذ تعتبر هذا الدم الساقط بعد الدم النازل بعد هذا الساقط تعتبره دم نفاس، تمتنع من الصلاة عنه. وأما إذا كان النازل لم يتبين فيه أعضاء آدمية، ليس فيه عين ولا أذن ولا وجه ولا يد ولا رجل، فإنه حينئذ يعد مضغة، وبالتالي فإن الدم النازل بعد سقوطه يعد دم فساد، لا تمتنع المرأة من الصلاة معه، فستصلي كل صلاة في وقتها. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يسأل يقول: ما حكم من شك في عدد السجدات أثناء الصلاة ثم زال شكه؟ إذا كان هذا الشك في أثناء الصلاة فإنه يعمل بغالب ظنه إن كان عنده غالب ظن، وإلا فإنه يعمل باليقين الذي هو الأقل، وبالتالي يسجد للسهو في آخر صلاته. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يسأل حفظكم الله يقول: شخص مريض به سلس، هل له المسح على الخفين؟ نعم، يجوز له المسح على الخفين ولا حرج عليه في ذلك، والنصوص التي وردت بمشروعية المسح على الخفين ومثل المسح على جوارب تشمل من حدثه دائم. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يسأل يقول: ما هي أقل مدة يقضيها المسلم في جهنم بالقرآن والسنة الثابتة؟ يعني لا يوجد تحديد لذلك، والموحدون المؤمنون مآلهم إلى الجنة، وإن كانوا قد يعذبون أول أمرهم نتيجة أعمالهم في الدنيا إذا لم يتب الله عليهم فيها، ولا يوجد نص يحدد هذا المقدار. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. سائل يسأل يقول: كيف يقضي المسبوق ما لم يدركه من الصلاة مع الإمام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبالتالي فإن ما يقضيه الإنسان بعد سلام إمامه فإنه يفعله على أنه آخر صلاته. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. سائل يسأل يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع في الدين؟ التوسل بالنبي قد يراد به معاني متعددة. النوع الأول التوسل إلى الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، فهذا توسل مشروع ومرغب فيه، وعامله وفاعله يرجى له الأجر والثواب. النوع الثاني من يتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بدعة، ولكنه لا يخرج من دين الإسلام وينصح صاحبه، وإن صلى الإنسان خلفه صحة الصلاة. ثالثا من أنواع أو من ما يسمى توسلا، صرف الدعاء لغير الله، كما لو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع محرم في الشريعة تحريما متأكدا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نوع من أنواع الشرك، لا يجوز أن يصلى خلف صاحبه، بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يسأل يقول: ماذا يفعل من نسي التشهد الأول في الصلاة؟ من نسي التشهد الأول وكان قبل أن يستتم قائما عاد إليه فأتى به، و
من نسي التشهد الأول فاستتم قائما فإنه يواصل في صلاته ولا يجوز له أن يعود، ويسجد للسهو في آخر صلاته قبل السلام. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يسأل يقول: ما حكم من يقول علي الحرام أن أفعل كذا وكذا؟ لا يجوز هذا اللفظ، هذا من الألفاظ المحرمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الواجب على الإنسان أن ينتهي عن هذا اللفظ، وإذا حرم الإنسان شيئا من المباحات اعتبر بمثابة اليمين، وبالتالي إذا خالفه وجب عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. وإن كان التحريم واقعا على الزوجة قد اختلف أهل العلم في ذلك، فطائفة جعلته ظهارا، وأخرى جعلته طلاقا، وثالثة جعلته يمينا، ورابعة جعلته بحسب نية المتلفظ بالتحريم. بالتالي على الإنسان أن يحذر من هذا اللفظ، وأن لا يتكلم به بلسانه، وأن يستغفر الله منه إن تكلم به. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سائل يسأل يقول: شخص خلع ضرسه ولا يستطيع المضمضة أثناء الوضوء، فماذا يفعل؟ إن استطاع إدخال الماء ولو بعدم إدارة الماء في الفم فعله، وأما إذا كان الماء يؤثر عليه فحينئذ يسقط عنه واجب المضمضة بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. لعلنا نختم حلقتنا بهذا السؤال الذي يقول فيه السائل: متى يبدأ وقت صلاة الوتر ومتى ينتهي، وما هو أفضل وقت لصلاة الوتر؟ يبتدئ وقت صلاة الوتر بأداء الإنسان لصلاة العشاء، سواء أداها مجموعة مع المغرب كما في حال الأمطار والأسفار، أو أدى صلاة العشاء في وقتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، ألا وهي صلاة الوتر. وينتهي وقتها بدخول وقت صلاة الفجر، إذا أذن المؤذن بصلاة الفجر ويؤذن على الوقت حينئذ ينتهي وقت صلاة الوتر. وكل الأوقات جائز للإنسان أن يؤدي الوتر فيها، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. فمن كان ضامنا من نفسه أن يقوم آخر الليل جعل وتره آخر الليل، ومن كان لا يضمن ذلك بادر به وأوتر قبل أن ينام. بارك الله فيك، أشكرك على حسن ترتيبك وحسن إلقائك للأسئلة، كما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل التوفيق لكل خير، وأن يبارك لهم في أعمالهم، وأسأله سبحانه بعموم المسلمين سعادة ورفعة درجة ودخولا للجنة وتآلفا بين قلوبهم، وأسأله صلاحا لذراريهم، كما أسأله جل وعلا أن يحمي بلداننا من كل سوء، يحميها من شرور أعدائها، يحميها من شرور المخدرات، يحميها من شرور التنازع والاختلاف، أن يجعل كلمة أهلها كلمة واحدة، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. شكر الله لكم معالي الشيخ تواجدكم معنا في هذه الحلقة،
مجيبا على أسئلة المستمعين والمستمعات. مستمعي الكرام، كان معنا صاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، شكر الله له وبارك فيه ونفع بعلمه البلاد والعباد. بإذن الله ألتقي بكم مستمعي الكرام في تمام الساعة الثالثة في برنامج ورتل القرآن بمشيئة الله. اللهم أنت الرحيم الذي فاض على الجود إحسانك، وأنت العظيم الذي فاض على الوجود كرمك، وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد لطفك وسعة رحمتك، وأنت النور الذي أضاء الكون بنور وجهك وعظمتك. اللهم افتح لنا ولأحبتنا المستمعين الأبواب، وهيئ لنا ولهم خير الأسباب، وارزقنا وإياهم التقوى، واجعلنا من أهلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومهم، واشرح صدورهم، وأصلح أحوالهم، وحقق آمالهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وأسعد قلوبهم، واجعلهم من المقبولين لديك في الدنيا والآخرة. اللهم وفق قادة بلادنا لكل خير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. اللهم وفقهم بتوفيقك، وسددهم بتسديدك، واجعلهم مباركين يا رب العالمين. نكتفي بهذا القدر مستمعي الكرام، ألتقي بكم بإذن الله في تمام الساعة الثالثة ظهرا كما ذكرت لكم في برنامج ورتل القرآن. الشكر في ختام حلقتنا لمخرجنا الزميل رائد باراجي، ولكم أنتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.